بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس 11. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فالقرآن فضحهم وبين تحريفاتهم وبين تغييراتهم في كتاب الله عز وجل. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن كشف عوار اليهود والنصارى وبين لهم أن هذه التحريفات وهذه التغييرات ليست من عند الله عز وجل. وأن ادعاءهم أنها من عند الله كذب وزور. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هم يخفون هذا، لما ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم يخفون التوراة، يخفونها ولا يبينونها للناس إلا لقومهم، يخشون أن ينكشف ما فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحداهم، قال لهم: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين أن ما تقولونه من عند الله، ائتوا بأصل التوراة التي نزلت على موسى، ائتوا بالأصل. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فالغرض من القصص في القرآن هو فضح اليهود والنصارى فيما افتروه على الله وفيما غيروه من دينه عز وجل، حيث ادعت اليهود دعاوى وأنهم شعب الله المختار، وأنهم يقولون: ليس علينا في الأميين سبيل، يعني لهم أنهم يأخذون أموال الأميين ويأكلونها وهي حلال لهم، ليس علينا في الأميين سبيل، وإنما اليهود هم شعب الله المختار وما عداهم فهم خدم لليهود. فالله جل وعلا فضحهم في ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذا من أعظم أغراض القصة في القرآن، أنها تبين كذب اليهود وافترائهم، وكذلك النصارى فيما افتروه. اليهود أيضا قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وهي وقت عبادتهم للعجل، ثم يخرجون من النار ويكونون في الجنة، ويقول: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هاتوا البرهان على ما تقولون إنه لا يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى. هذا من فضح اليهود. النصارى أيضا ادعوا إلهية المسيح وأنه ابن الله،
الله جل وعلا فضحهم وأخزاهم وبين أن الله جل وعلا لم يتخذ ولدا ولا يليق به ذلك، وأن عيسى عبد الله ورسوله، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ومن شبههم في أن المسيح ابن الله أنه ليس له أب، وإنما هو من أم بواسطة نفخ الروح من جبريل عليه السلام في مريم، فوجد المسيح، قال الله له كن فيكون، والله على كل شيء قدير. الذي خلق آدم من غير أم ولا أب من باب أولى يقدر على أن يخلق المسيح بدون أب، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهذه من جملة أو من أهم أغراض القصص في القرآن الكريم. وبين أيدينا الآن هذه الآية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض من المنافع، من دواب وأشجار وأنهار وبحار ومنافع كثيرة، كلها خلقها الله لبني آدم، وما فيها من معادن، ما في الأرض من معادن مختلفة الأنواع، كل خلقه الله لبني آدم. خلق لكم ما في لكم، يعني من أجلكم ولمصلحتكم، ما في الأرض جميعا، فكل ما تتمتعون به من المآكل والمشارب والملابس والمراكب كله مما خلقه الله لكم في الأرض لمصالحكم. فهذا دليل على ربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه المستحق للشكر والعبادة، فكيف تعبدون غيره ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وفي قوله خلق لكم ما في الأرض جميعا دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، فكل ما خلقه الله في الأرض من المنافع فالأصل فيه الإباحة، إلا ما كان خبيثا، فإن الله جل وعلا ما كان خبيثا في نفسه كالميتة ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله هذا خبيث، وكذلك سائر الخبائث كالمسكرات والمخدرات والمفترات كالدخان والقات وكل ما فيه خبث، فإن الله حرم الخبائث، قال جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كل خبيث في نفسه هو حرام، وكذلك كل خبيث من جهة كسبه لا من جهة نفسه كالربا والقمار الذي هو الميسر والسرقة والغصب وأخذ أموال الناس بالباطل، هذا حرام لوصفه لا لنفسه، حرام لوصفه، لأن فيه ظلما وتعديا على الناس. وكذلك كل مضر، فهو حرام، كل ما فيه ضرر على النفس وعلى البدن وعلى العقل فإنه حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم:
لا ضرر ولا ضرار، ولقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكل ما فيه خطر وضرر فإنه حرام. وما عدا هذه الأنواع فهو حلال، ما عدا الخبيث في نفسه أو الخبيث في وصفه وما عدا الضار فإنه حلال لبني آدم. خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. في الآية الأخرى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ستة أيام ابتداء من يوم الأحد وانتهاء بيوم الجمعة، هذه ستة الأيام. وفي كل يوم من هذه الأيام خلق الله نوعا من هذه المخلوقات كما جاء تفصيل ذلك في الحديث. فهذه الستة مجملة في هذه الآية وأمثالها، وفي هذه الآية التي معنا لم يذكر الله المدة التي فيها خلق الأرض وخلق السماء، لم يذكر المدة، لكنه ذكرها في قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. فالأرض وما عليها وما فيها من المنافع خلقت في أربعة أيام، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. فإذا جمعت يومين خلق السماوات مع أربعة أيام لخلق الأرض وما فيها يكون المجموع ستة أيام. وقد فصلها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.